soon I start to enjoy this. Not yet. You will feel the adrenaline or start to enjoy? I always keep feeling it. Yeah. Feels okay, I think. It doesn't want to look good. قبل 500 سنة أجدادي أجوا من مصر على البلاد المقدسة ولقوا إنه في تقاليد للحجاج المسيحيين إنهم يعملوا صليب كوشم على أجسامهم عشان يعلموا نفسهم أو بطريقة إنه يعملوا زي نوع من الختم أو الشهادة لل الحج تبعهم للبلاد المقدسة إنهم يحطوا صليب وتاريخ الزيارة تبعتهم أو الحج تبعهم في البلاد المقدسة وهيك لما يرجعوا على بلادهم بيكونوا فخورين يفرجوا حالهم يفرجوا إنه هن أجوا على البلاد المقدسة وصووا الحج تبعهم. احنا في عندنا كمان ديزاينز قديمه اللي هي اجت مع العائله من مصر وتصوت هون في الاراضي المقدسه اللي هي موجوده في قوالب خشب صغيره زي هاي مثلا زي هذا قالب الخشب اللي هو هذا صار له يعني نقول عمره 400 سنه او 500 سنه في اشياء عمرها 300 سنه و200 سنه هدول كلها ديزاينز منحوته نحت في خشب الزيتون وبنستعمل هذا القالب انه نطبع الصوره على الجلد وبعدين بنعمل الوشم بالماكينه عادي يعني بس بالنسبه لكثير ناس التاريخ اللي بيرجع ورا هدول القوالب الخشب القديمة مهمة كتير وحلوة كتير وبيجوا عشان يعملوا الديزاينز هاي منها. Jerusalem is the only place in the world where I can think of doing this because I'm not planning to let myself be tattooed all around. No, it was Jerusalem, this place, Christian tattoo. I am a pastor, I'm a theologian. And then this one, which I took, it was Saint George. So it's also the patron saint of scouts all around the world, and I have been scout during all my life. So there is a Christian symbolism and there is this scout connection also.